السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله درسنا النهاردة بعنوان سليمان والهدهد هي آيات من سورة النمل حفظ، وهو أول درس في الوحدة الثالثة. قبل ما أبتدي وأتكلم في درسنا النهاردة، مبدئيا لازم تعرف مين هو سيدنا سليمان. سيدنا سليمان أو نبي الله سليمان هو سليمان بن داود، كان نبيا ملكا حكم الأرض من مشارقها إلى مغاربها. آتاه الله الحكمة وكان له جيش كبير من الإنس والجن والطير، يعمل له أي شيء يريده، وسخر الله له الرياح تنقله إلى أي مكان يريده في أي وقت. درسنا بقى النهاردة بيتكلم عن سيدنا سليمان. في أحد المرات وهو خارج بجيشه بدأ يتفقد الجيش، فلاحظ اختفاء الهدهد، فبدأ يبحث عنه ولكنه لم يجده، فقرر معاقبة هذا الهدهد على هذه الفعلة، أنه خرج دون إذن من سيدنا سليمان، إلا ولكنه اشترط شرطا واحد، إلا إذا أتى هذا الهدهد بشيء لا يعلمه سيدنا سليمان. فذهب الهدهد في مكان قريب ثم عاد وقال له: أني وجدت لك امرأة وقومها يسجدوا للشمس من دون الله. فأراد سيدنا سليمان أن يتأكد، فهذا الخبر عظيم، فبعث إليهم برسالة، وتأكد سيدنا سليمان من كلام الهدهد ولم يعذبه على فعلته أنه ذهب دون أن يأخذ إذن منه. نبتدي مع الآية الأولى من الآيات اللي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. سيدنا سليمان بدأ الآيات، أو بدأ ربنا عز وجل يتحدث على لسان سيدنا سليمان ويقول أنه تفقد الطير وقال: ما لي لا أرى الهدهد، أي أن سيدنا سليمان بدأ ينظر في جيشه أو يعد جيشه أو يجهزه للخروج من الإنس بقى والجن والطير، ولكنه لاحظ اختفاء الهدهد وعرف أنه خرج بدون أن يأخذ منه إذنا، فغضب سيدنا سليمان لذلك الأمر وتوعد هذا الهدهد. لو نظرنا في هذه الآية لوجدنا أن سيدنا أولا كلمة تفقد بمعنى أن سيدنا سليمان تدبر أمر الجيش أو نظر في أمر الجيش. طيب لو لاحظنا كلمة مالي لا أرى الهدهد، هو سيدنا سليمان المقصد بمالي لا أرى الهدهد هو هنا بيستفهم بتعجب، هو ليه فين الهدهد؟ بيستغرب الهدهد راح فين؟ هو كان من الغائبين أم كان من الغائبين؟ هو غايب عن الجيش. طيب لما نجي نقول لك وتفقد الطير، ما الجمال اللي فيها؟ إيه الجمال في كلمة وتفقد الطير؟ تفقد الطير بمعنى نظر في أمر الجيش، وده بيدل على إيه؟ بيدل على حسن قيادة سيدنا سليمان لجيشه، انه قبل ما يتحرك من المكان بدأ ينظر في ايه؟ بدأ ينظر في جيشه. وكمان عندك مالي لا ارى الهدهد، برضو فيها جمال. الجمال اللي فيها هي مالي، ده مش ده اسلوب استفهام، بيستفهم بتعجب، يبقى ده اسلوب استفهام يفيد التعجب. يبقى كده في موطنين جمال في الآية الاولى. اول حاجة وتفقد الطير، قلنا بمعنى او الجمال اللي فيها ان ده تعبير جميل يدل على حسن القيادة من سيدنا سليمان. طيب وكمان عندك مالي لا ارى الهدهد، ده برضو اسلوب استفهام يفيد التعجب. لو بصينا كمان في كلمة وتفقد الطير، كلمة الطير دي جمع مفردها الطائر. طيب مالي لا ارى الهدهد، طب كلمة الهدهد مفرد جمعها تمام الهداهد. طيب ام كان من الغائبين، ولكلمة الغائبين جمع برضو مفردها الغائب. طيب أنا لو جيت سألت سؤال هنا، أو ممكن السؤال يجي هنا يقول لك إيه؟ ماذا لاحظ سيدنا سليمان عند تفقد الجيش؟ الإجابة بتاعته هتكون إنه لاحظ إيه؟ لاحظ غياب الهدهد، لاحظ غياب الهدهد. طيب كمان لو جيت أسألك سؤالين في النحو كده مثلا، وقلت لك وتفقد الطير، لو قلت عايز أعرف كلمة الطير وكمان عايز أعرف كلمة من الغائبين، لو عايز أعرف الكلمتين دول، أول حاجة كلمة الطير وتفقد الطير. طيب لو قلنا كلمة الطير هنقول تفقد الطير، هو من الذي تفقده؟ المفروض أن سيدنا سليمان هو اللي تفقد، يبقى هو اللي قام بالفعل، يبقى كده كلمة تفقد وده خلاص تفقد، يبقى فعل ماضي. من الذي تفقد؟ سيدنا سليمان، يبقى الفاعل. يبقى تمام، كلمة الطير زي ما خدنا في أول درس عليكم في النحو هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. طيب كمان كلمة الغائبين لو حبينا نعربها زي ما قلت لكم،
من الغائبين، ده من هنا حرف جر مبني لا محل له من إعراب، يبقى كلمة الغائبين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء. طب ليه الياء يا مستر؟ لأن ده جمع مذكر سالم. تمام كده، يبقى كلمة الطير مفعول به والغائبين اسم مجرور. تمام، نخش على الآية اللي بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. بعد كده سيدنا سليمان بدأ بقى يعدد عقاب هذا الهدهد على غيابه أو خروجه بدون إذن سيدنا سليمان. فبدأ يقول أول حاجة لأعذبنه عذابا شديدا. سيدنا سليمان هنا بيوعد الهدهد ده إنه هيعذب عذاب شديد جدا. عذاب سيدنا سليمان ده للهدهد هيكون شديد، وبيتأكد كلامه. ولو لاحظنا هنا في إيه؟ لأعذبنه عذابا. تمام، برافو عليكم. ده مفعول مطلق، وإحنا كنا واخدين إن مفعول مطلق نوعين، افتكروا معايا، مبين للنوع ومؤكد للفعل. طيب لأعذبنه عذابا شديدا، سيدنا سليمان هنا استخدم أو بيقول لك إنه هيستخدم عذاب شديد جدا مع الهدهد لغيابه، أو نوع تاني من العذاب العقاب التاني لأذبحنه، أو هيخلص على طول ويجي إيه؟ ذبحه، هيذبح الهدهد برضه لغيابه بدون أذن. أو في حاجة واحدة بس إن هو سيدنا سليمان قالها، اللي هو بقى في حالة واحدة إن سيدنا سليمان يسامحه فيها، إيه هي الحالة دي؟ أو ليأتيني بسلطان مبين، أو يجيني بحاجة بقى أنا مش عارفها. سلطان مبين، أنا عايزه يجيبني بحاجة أنا مش عارفها، حاجة لم أكن أعلم. سيدنا سليمان بدأ سيدنا سليمان بقى يعدد إيه؟ طرق العقاب. أن أول حاجة سوف يعذبه عذاب شديد، أو ليذبحه على غيابه دون علم، إلا إذا جاب إيه؟ بحجة قوية على الغياب، إنه يجيله بحاجة قوية إن هو إيه؟ غاب، أو سبب غيابه إيه عن الجيش. طيب لو إن كلمة لأعذبنه لسه أنا قايلها دلوقتي في الشرح إن هي إيه معناها؟ هيعاقبه، يبقى لو عذبناه معناها لو عاقبنا عذابا شديدا، شديدا يعني قاسيا، وعكسها لين. كلمة شديد عكسها لين، معناها قاسي وعكسها لين. أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. كلمة مبين احنا خدناها، مبين معناها ظاهر أو واضح أو بين، وعكسها قفي. طيب سيدنا سليمان حدد كده عقاب الهدهد، وممكن يجي يسأل على الحتة دي ويجي يقول لك ما في الآية تهديد ووعيد، وضح ذلك. التهديد اللي هو ايه؟ هيعذب عذاب شديد او ليذبحه، والوعيد انه بالتعديد، والوعيد انه هيعذبه او ليه او طيب. كمان في حاجة في الآية دي في موطن جمال، اللي هو ايه بقى؟ بيقول لأعذبنه عذابا شديدا، ده تعبير بيدل على ايه؟ لأعذبنه عذابا شديدا، تعبير بيدل على غضب سيدنا ايه؟ تعبير يدل على غضب سيدنا سليمان. بسبب الغضب بتاعه قرر معاقبته عقاب شديد، يا إما الذبح. فهي لأعذبنه عذابا شديدا تعبير يوحي بالضجر والغضب بتاع سيدنا مين؟ سيدنا سليمان من الهدهد. طيب خلي بالكم كلمة عذاب لو قلت لك اعربها خلاص عرفنا ان هي هتبقى مفعول ايه؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأن أنا قلت لك لأعذبنه عذابا كلمة مشتقة من الفعل اهي. طيب يبقى سيدنا سليمان توعد الهدهد بالعذاب الشديد أو الذبح. طيب وإمتى هيسامحه؟ إن هو لو جاله بسلطان مبين، اللي هو خبر لم يعلمه سيدنا سليمان. الآية اللي بعد كده بتبتدي وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بعد كده ربنا عز وجل بيتحدث برضه على لسان سيدنا سليمان، بيقول لك ان الهدهد لم يغب كبير، يعني لم يغب لمكان كبير، لمكان بعيد. الهدهد مكث غاب في مكان قريب، او لم يطل انتظار سيدنا سليمان حتى جاءه الهدهد ووقف امامه مره اخرى وبدا يحدثه وقال اني علمت امرا لم تكن تعلمه. انا جئتك بامر او علمت امر لم تكن تعلمه انت، وذهبت وأتيتك بأخبار كبيرة من عن مملكة تسمى سبأ، عن مملكة تسمى سبأ. طيب يبقى الهدهد ذهب ولم يطل انتظار سيدنا سليمان حتى عاد الهدهد. وأول ما دخل الهدهد على سيدنا سليمان وقف أمامه وقال له لقد علمت شيئا لم تكن تعلمه، أحط بما لم تحط به علما أو لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا جيت لك من مملكة تسمى سبأ بنبأ صادق،
نبأ صادق. يبقى الآية التانية أو الآية اللي معانا بيقول لك فمكث، يعني بقى في مكان غير بعيد، مكان غير بعيد. فقال، وعكس كلمة بعيد قريب. طيب فمكث غير بعيد فقال أحط، يعني علمت، أحط يعني علمت، عكسها جهلت. أحط بما لم تحط به، يعني أنت ما كنتش عارفه، علمت شيئا لم تكن تعلمه، لم تحط به لم تكن تعلمه. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجئتك من سبأ يعني جبت لك خبر من مدينة سبأ، وسبأ دي مدينة، سبأ هي مدينة، كلمة سبأ بمعنى اسم مدينة. بنبأ يقين يعني خبر يقين، يعني صادق، وعكس صادق كاذب. وعكس طب كلمة نبأ مفرد جمع أنباء، جمع كلمة نبأ أنباء. يبقى الهدهد عمل اللي سيدنا سليمان قال عليه، اللي هو الحالة الواحدة اللي مش هيعاقبه فيها، اللي هي قال له إيه؟ قال إذا أتاني بشيء لم أكن أعلمه. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هيبدأ بقى الهدهد يكلم سيدنا سليمان عن البلدة أو مدينة سبأ اللي هو راحها وجاب منه خبر ما يقين اللي هو صادق. فكلمة مكث معناها بقى، وكلمة بعيد عكسها قريب، وأحط معناها علمت وعكسها جهلت. طيب بسبأ بنبأ يقين، كلمة نبأ قلنا جمع أنباء، ويقين معناها صادق وعكسها كاذب. طيب كمان يجي موطن جمال هنا، في موطن جمال اللي هو إيه؟ لو لاحظته كده أنا بقول لك فمكث غير بعيد فقط أحط لم تحط، أحط ولم تحط بينهما إيه؟ تمام، بينهما تضاد يقوي المعنى ويوضحه. طيب في سؤال كمان ممكن يجي هنا، السؤال اللي ممكن يجي على الآية دي إيه؟ يقول لك مثلا اذكر سبب غياب الهدهد، يبقى سبب غياب الهدهد إيه؟ أنه ذهب وأتى بخبر لم يكن يعلمه سيدنا سليمان، إيه هو الخبر ده؟ إن الخبر اللي إحنا هنشوفه في الآية اللي جاية، يبقى أنه أتى لسيدنا سليمان بخبر لم يكن يعلمه، وده السؤال اللي ممكن يجي على الآية دي، وشفنا مواطن الجمال اللي في الآية والمعاني. نخش على الآية اللي بعد، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طيب سيدنا سليمان بعد كده، أو برضو القرآن بيتكلم في هذه الآية، بيقول إن سيدنا الهدهد بيقول لسيدنا سليمان، بيقول له إيه بقى لما راح المشوار اللي هو راحه، أو لما ذهب وغاب عن الجيش، جه بيقول له بقى إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بيقول له أنا وجدت، أنا لقيت في المملكة اللي هي مملكة سبأ دي امرأة تملكهم تحكمهم، لقيت إن في امرأة تحكمهم. بيبقى مملكة سبأ كانت تحكمها امرأة، والمرأة دي اللي هي بلقيس، كانت تسمى بلقيس. وأوتيت يعني أعطيت من كل شيء، ربنا عز وجل أعطاها كل شيء، المال الكثير والعرش العظيم ولها عرش عظيم. وإحنا عارفين إن كلمة عرش المقصود بها الكرسي اللي بتجلس عليه الملكة، ولها عرش عظيم، وعكس كلمة عظيم حقير. يبقى الهدهد بيحكي لسيدنا سليمان بيقول له إن أنا وجدت في مملكة سبأ امرأة اللي هي ملكة سبأ اللي هي بلقيس تحكم هذا الشعب، تملكهم معناها تحكمهم. وأوتيت يعني ربنا عز وجل أعطاها، أوتيت يعني أعطيت، وعكسها حرمت، برافو، حرمت من كل شيء، وجمع كلمة شيء أشياء، ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم، عرش جمع عروش، عظيم عكسها حقير، يعني بتقول لك إن الملكة دي عندها كرسي عظيم، لها كرسي يبقى عظيم. يبقى الهدهد تحدث مع سيدنا سليمان عن مملكة سبأ، وقال له إنها إيه؟ إن وجد اللي هي ملكة سبأ اللي هي بلقيس تحكم هذه المملكة أو المدينة، وربنا عز وجل أعطاها قوة وملكا عظيمين، ولها كرسي ضخم تجلس عليه الملكة. ماشي، طب لو جينا بصينا لكلمة، قلنا كلمة تملكهم معناها تحكمهم، طيب كلمة أوطيت قلنا معناها أعطيت وعكسها حرمت. طيب كلمة عظيم قلنا عكسها حقير، وجمع كلمة عظيم عظماء، وجمع كلمة عرش عروش، وجمع شيء أشياء. يبقى الهدهد عدد أو تحدث عن المملكة دي بقى اللي هو شافه فيها. وممكن يجي سؤال يقول لك كيف وجد الهدهد مملكة سبأ؟ إن أنت هتقول له بقى إن وجدها إيه؟ تحكمهم، أو وجد المملكة تحكمهم امرأة ولها عرش عظيم كبير، ولا ربنا عز وجل أعطاها القوة. ماشي،
يقول لك ايه بقى الجمال اللي فيه، الجمال اللي فيه واوتيت من كل شيء. لما اجي اقول لك اعطيت كل شيء، يبقى الجمال اللي فيها ايه؟ الجمال اللي في كلمة واوتيت من كل شيء، الجملة دي فيها جمال، ايه الجمال اللي فيها؟ ده تعبير بيدل على ايه؟ تمام، تعبير بيدل على عظمة الحكم اللي هي كانت بتحكمه، مين؟ ملكة سبأ دي. يبقى ده تعبير بيدل على العرش العظيم، بيدل على المكانة التي بقى كانت بها ايه المملكة او مملكة سبأ. تمام، يبقى اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ده كده الكلام اللي ممكن نتكلمه في الآية دي، سواء السؤال او المواطن او المعاني اللي في الآية. الآية اللي بعد كده بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الهدهد بيتحدث مع سيدنا سليمان، بعد كده بيقول له ايه بقى الامر الخطير اللي الهدهد جابه من مملكة سبأ ده؟ بيقول لسيدنا سليمان ان انا وجدت هذه المرأة وقومها. بيقول له انا وجدت هي وقومها، مالهم بقى؟ يسجدون، بس مش لله، لا، يسجدون للشمس من دون الله. وهنا الشيطان زين لهم، اغواهم. وهنا الهدهد بيستعجب، ازاي يسجدوا للشمس من دون الله؟ وزين لهم الشيطان اعمالهم، الشيطان حسن اليهم اعمالهم، فصدهم منعهم عن السبيل عن طريق الحق فهم لا يهتدون، يعني لا يعرفون طريق الحق. يبقى الهدهد لما ذهب او لما ذهب او مكث او راح لمملكة سبأ وجاب الخبر، شوفوا بقى الخبر اللي جابه لسيدنا سليمان، بيقول له ايه؟ وجد الهدهد ان هذه المملكة او ملكة سبأ وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وده امر خطير، فقد ضلهم الشيطان وزين لهم عبادته، قال لهم اعبدوني انا، ما الشمس دي عباده من عباده الايمان، كأنك بتعبد الشيطان والعياذ بالله، وليس لنا رب سوى الله، طيب ولا نسجد الا لله. وتركوا عباده مين؟ عباده الله الواحد الاحد. وهنا الشيطان زين لهم هذا الامر، والهدهد هنا خلاص جايب الامر الخطير ده لسيدنا سليمان. طيب لو جينا بصينا هنا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان. زين قلنا معناها ايه؟ حسن وعكسها قبحها. طب كلمة قوم مفردها ايه؟ كلمة جمع اساسا ولا مفرد؟ كلمة قوم هو اسم جمع، يعني هي بتدل على جمع، بس هي اسم مفرد يعني ملهاش جمع. وممكن تقول اقوام، يعني ممكن تقول جمع قوم اقوام، يبقى مفرد وجمع اقوام. طيب يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان، جمع الشيطان الشياطين، كلمة أعمال مفردها عمل، فصدهم يعني منعهم وعكسها حبب إليهم، منعهم وعكسها حبب إليهم عن السبيل. وكلمة السبيل اللي هو طريق الحق، وكلمة السبيل جمع سبل وأسبلة، فهم لا يهتدون أي لا يعرفون طريق الحق. طب إيه الجمال اللي في الآية دي؟ بيقول لك وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم لا يهتدون. هي الآية كلها بتدل على إيه؟ بتدل على جحد أو جحد الشيطان لله عز وجل، جحد الشيطان لله عز وجل. طيب ممكن يجي سؤال يقول لك ما الديانة التي كان على أهل سبأ؟ أهل سبأ كانوا بيعبدوا إيه؟ يبقى أهل سبأ كان أهل سبأ على ديانة عبادة الشمس من دون الله، وهذا الأمر الذي جعل الهدهد يأتي لسيدنا سليمان. طيب نخش على الآية اللي بعد، قول بسم الله الرحمن الرحيم، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هنا بقى الهدهد بيقول ألا يسجدوا، ألا يسجدوا، إزاي ما يسجدوش، إزاي ما يعبدوش الله عز وجل الذي يخرج الخبء. الخبء اللي هو ايه؟ الخبء اللي هو النبات اللي ينبت في الارض والمطر الذي ينزل من السماء، يبقى نبات في الارض ومطر في السماء، من السماوات والارض، في السماوات والارض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ده بيعرف كل حاجه، بيعرف اللي بتخفوه في صدوركم، اللي ما تسرون في صدوركم وما تعلنون، يعني ما تظهرونه للناس، هو عارف اللي في قلوبكم ايه، علشان مفيش واحد يقول بقلبه حاجه وبيعمل حاجه بتاني بايه قدام الناس، لا، هو ربنا عارف اللي في قلبك نيتك ايه. علشان كده الهدهد هنا بيقول له
ألا يسجدوا؟ ألا يسجدوا؟ إزاي ما يسجدوش لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ ماشي، يبقى الهود هنا بيستنكر عليهم، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ؟ قلنا كلمة إيه؟ طيب يخرج الخبأ، قلنا الخبأ اللي هو النبات في الأرض والمطر في السماء. طيب كلمة تخفون قلنا معناها إيه؟ تسرون. وتعلنون معناها تظهرون، والكلمتين متضادتين، يعني عكس كلمة تخفون تعلنون، وعكس تعلنون تخفون. ماشي. طيب إيه الجمال بقى هنا؟ الآية دي فيها مواطن جمال ثلاثة. أول حاجة ألا يسجدوا. ألا يسجدوا تعبير بيدل على إيه؟ ألا يسجدوا لله تعبير بيدل على إيه؟ على أن ربنا عز وجل هو الوحيد اللي يستحق الإيه؟ السجود. وده تعبير يدل على استحقاق العبادة لله، على استحقاق العبادة لمين؟ لله. طيب يخرج الخبأ ده تعبير بيدل على إيه؟ يخرج الخبأ في السماوات وفي الأرض تعبير بيدل على إيه؟ تمام، تعبير بيدل على قدرة الله عز وجل، تعبير يدل على قدرة الله عز وجل. طيب كمان في حاجة، كلمة السماوات والأرض بينهما إيه؟ تمام، تضاد يقوي المعنى ويوضحه. وخد عندك برضو كلمة تخفون وتعلنون بينهما إيه؟ بينهما تضاد يقوي المعنى ويوضحه. ماشي، يبقى كده كده في مواطن الجمال، ألا يسجدوا، ألا يسجدوا، وإن دي تعبير بيدل على استحقاق العبادة لله. ويخرج الخبأ ده تعبير بيدل على قدرة الله. طيب وكلمة السماوات والأرض وتخفون وتعلنون بينهما تضاد يقوي المعنى ويوضحه. ماشي، يبقى إنها الهدهد لما بيقول إن الشيطان زين مملكة سبأ بقى وقومها إيه؟ أعمالهم، وخلاهم وأغواهم عن عبادة الله عز وجل. بس الهدهد هنا بيقول لك كي يسجدوا لله. إزاي ما يسجدوش لله؟ اللي بيخرج النبات من الأرض ويسقط المطر من السماء، وبيعرف ما يسرون في أنفسكم، ما تسرون في أنفسكم، وما تظهرون للناس عز وجل، عز للناس أجمعين. طيب كمان السؤال ممكن يجي هنا، سؤال على الشرح ده، ويقول لك إيه ما قدرة الله كما تفهم من الآيات؟ يمكن يقول لك إيه قدرة ربنا عز وجل في الآية دي؟ القدرة اللي عند ربنا، يخرج الخبأ في السماوات وفي الأرض، يعني ربنا عز وجل يخرج النبات في الأرض وينتج الإيه؟ وينزل الماء من السماء، وينزل الماء أو المطر من السماء. ودي كده المواطن والمعاني والسؤال اللي ممكن يجي عليها. ناخد الآية الأخيرة معانا، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ربنا عز وجل ختم بقى، أو اختتمت الآيات معانا، إن لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا الله رب العرش العظيم. رب العرش العظيم أعظم شيء خلق على وجه الأرض هو عرش الرحمن عز وجل، وأنه لا عرش يفوق عرشه، ما فيش شيء أعلى من عرش ربنا عز وجل، ولا في حد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، القادر على كل شيء وخالق كل شيء، مهما حصل فهو ربنا عز وجل هو الخالق وهو القادر، ولا شيئا سواه يستحق العبادة. يبقى الهدهد بيقول بقى ان ايه؟ الله لا اله الا هو رب العرش العظيم، هو مالك كل شيء، وهو عنده اعظم عرش، اعظم عرش هو عرش الرحمن. وبكده ينتهي درسنا، او تنتهي الايات اللي معانا اللي احنا اتكلمنا عنها، او الخمس ايات اللي اتكلمنا عنهم، وان شاء الله الايات دي حفظ. اما بالنسبه للواجب، الواجب هو الصفحه اللي موجوده ان شاء الله عندكم في مذكره، تتحل وتتبعت برضو على الخاص زي ما بعته المرة اللي فاتت. والسلام عليكم ورحمة الله.